السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لعبة Ancient Warfare 2 اللي بدأت تشبه لعبة Total Accurate Battle Simulator اللي هي اللعبة كانت عاملة زي الشخصيات كده بس زي دول برضو بس بدل مربعات كان أجسام عادية. فاللعبة ديت مأخوذة منها فكرة بس ديت لسه كانت نازلة جديدة أجدد من Total Accurate Battle Simulator، فعايز اجربها بس اشوف ايه الفرق بينهم. بس انا عارف انت ما لعبتهاش في القناه بس لعبتها في وقت فراغي عادي يعني. ازاي حبيبي القلب كم عارفش ازاي العبها ادخل السيف هناك ده اكسبت عايز اضربها وعايز اجرب انا كل علينا. نعم 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 رايحين فين يا اخويا انت اهو ادينا اجري اجري بص لسه خبت كده. طب اضرب بيهم كلهم ازاي انا؟ طب ثاني فين ال كمان معاهم مسدسات او اللي هو البدل اسهم دي. اجري 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 يحذف تاب معك شخص محترم سمك بس كده. شكرا 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 على جمهوري شكرا. دخلت انت اموت انا مظلوم أكبر. This is Sparta. الله. موت 24 واحد بس في كذا ضربة كده بس يعني على طول هوبا جيش ضده جيش محترم ده اذا ممكن اذا موت معي لا لا ثانية غير ازاي السلاح ايوه خش في سكين خش يا ابويا لا حبيبي حبيبي ايوه كده ممكن اخده الله
ايوه لا مش هزر مين ايه ده انا بضرب عليه ده بنهار الله بالدرع بالدرع ده ممكن اموتهم عادي لا ارجع ارجع انسحاب انسحاب بعد في النقل ايه ايوه كده زي ما قلتكم كنتوا تموتوا ما اللي ضربتكوا شديد مش كده موت موت كله مات كل اللي معايا ماتوا انا لوحدي This is Sparta عايز بس ال عايز الطلعة اللي فوق عايز الاكس عمنا ايوه اكد لا ايوه كده تعالى تعالى يا حبيبي هذا دق كلكم تعالى شوف مين هيكسب فبس دي هي عبارة اللعبة ديت يعني مش فيهاش حاجات قوي هو ميزتها ان انت تقدر تتحكم باللاعب يعني زي توتال اكيو بيتا سيميليتور توتال اكيو بيتا سيميليتور دي كانت بتخليك يعني تحط الجيش على خط معين وتخليهم هم يحاربوا كان اللعبه دي بتخليك انت تخش لوحدك يعني بشخصيه واحده بس تخش تاخد اسلحه وتضرب بتاع فكره حلوه يعني بالنسبه لنوع لعبه زي ديت سيميليتور يعني تقدر تحط العدد اللي انت عايزه فهي فكره مش وحشه قوي خالص صراحه وفكره حلوه ولو اتعملت يعني ديزاين اعلى ممكن تغير فيها انت يعني تغير الورد وكده الصراحه تكون لعبه تحفه يعني وممكن الناس تشتريها مع الجرافيكس ساعتها كده بس ممكن الناس تشتريها كمان فبس كده وصلنا لاخر فيديو لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب واشوفك الفيديو الجاي مع السلامه